معكم المهندس فيصل السدراني، مدير التشغيل في مختبرات MT لفحص المجوهرات والأحجار الكريمة. مختبرات متخصصة بفحص الألماس، الأحجار الكريمة، المجوهرات. نقدم شهادات فحص لتأكد من جودة القطع، هل هي طبيعية صناعية، هل تم معالجة هذه الأحجار أو الألماس بشكل أو بآخر. وحنا أول مختبر سعودي متواجد في المملكة العربية السعودية، مختبر وطني 100%. حقيقة احنا دائما متواجدين في معارض المجوهرات المتخصصة في هذا المجال. حقيقة نشكر كثيرا المنظمين لهذا المعرض، حقيقة تنظيم جدا رائع، يعني مشاركتنا صراحة جدا مرضية، يعطيهم العافية على تنظيمهم وعلى دعوتهم لنا، وإن شاء الله دائما متواجدين معاكم في كل المعارض المستقبلية بإذن الله.